بونسوار، برحب بكل مشاهدينا مشاهدي ال بي سي اي وال ال بي سي. طبعا كل الاشخاص اللي عم تاخذ يوميه كل يوم يعني من نهار الاثنين لنهار الجمعه عم ينطرونا كل يوم بهيدا الوقت لحتى يشوفوا حظهم مع اليوميه 3، اليوميه 4 واليوميه 5. هاللعبه يلي فيها تربحكم بين ال 35,000 ليره وصولا لل 120 مليون ليره، وما في احلى من الربح خاصه بهالايام، كلنا بدنا نربح وان شاء الله الحظ يكون مرافقكم، خاصة الأشخاص يلي متاكسين شبكات اليومية. قبل ما نبلش بصحوباتنا بدنا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية، والليلة موجود معنا الأستاذ محمد الحاج حادة. كيفك محمد؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك، حضرتك رح بتراقب الصحوبات الثلاثة، وفورا بنبلش مع أول سحب مع اليومية 3. أول طابة تختار المكنة لليلة تحمل رقم 2. طابة الثانية رقم 3. وطابة الثالثة رقم 5. إذا 2 3 5 هول هن الأرقام لشبكة اليومية 3 لليلة. إذا في حدا متكسهم أكيد بيكون ربحان. إذا كنتم متكسينهم بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة، وإذا كنتم متكسينهم حيلا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة. هلا أنا وياكم ننتقل لسحب جديد لشبكة اليومية 4. أول طابة رقم 1، طابة الثانية رقم 7، من بعدها 8، وواحد عن جديد، رقم 1 بأول السري وبآخر السري، يعني 1 7 8 1، هول هن ارقام شبكه اليوميه 4. اذا كنتم تاكسينهم بالدور اكيد بتكونوا ربحانين حسب قد ايه انتم دافعين. المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 4000 مره بالدور، وبالحياه للمبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 150 مره لتعرفوا قيمه المصاري يلي بتربحوها. وطبعا هون بتتوجهوا على مكاتب لليبانيز دي جو او على المراكز لليبانيز دي جو لحتى تقبضوا مصرياتكم، وان شاء الله طبعا تكونوا اكثر. هلا بننتقل انا وياكم لاخر سحب لليله لشبكه اليوميه 5. أول طابة رقم 3، من بعدها 8، ستة، عفوا 9، 9، 2، 6. أنا في 6 بس فرقت معي بين نص السري واخر السري. اذا سري يومية 5 3 8 9 2 6. اذا كنتم تاكسين هول الارقام بالدور يعني ضروري يكونوا ورا بعضهم اكيد بتكونوا ربحانين. القيمه يلي دفعتوها بتضربوها ب 40,000 مره، وبالحيالله القيمه يلي دفعتوها بتضربوها ب 350 مره. خلصوا صحوباتنا، ضروري نرجع نتاكد من ارقام يوميه 3 4 و 5 مع استاذ محمد. تفضل استاذ محمد. صحوبات يوميه اليوم الاربعاء 20 ايلول 2017 سحب رقم 425. الارقام الرابحه يوميه 3 2 3 5، يوميه 4 1 7 8 1، ويومية 5 3 8 9 2 و6. شكرا لك محمد.
طبعا نحن موعدنا بكره بيتجدد بنفس الوقت، فيكم تتكسوا اكيد بكل مراكز لبانيز دي جو لعبه اليوميه، وانا بشوفكم بكره ان الله. باي باي. يكون هين هو تقابل مندوب بلوم بانك عبر الفيديو تشات. بلوم بانك ريما معك، كيف فيني ساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تبينوا اثنيناتكم بالكاد.